اليوم في فيديو جديد. سوف نتحدث في برنامج كنوز أسفي عن ظهور الطابع البريدي، الطوابع البريدي التي صدرت في عهد الحماية الفرنسية، الطوابع البريدية الخاصة بمدينة أسفي. أن في عهد الحماية أن كانت واحد مجموعة ديال المكاتب في المغرب، وكل المجموعة ديال القناصين اللي كانوا في المغرب، وكل قنصل أو كل دولة كانت عندها مكتب البريد الخاص ديالها في المغرب. خاصة كان مثلا كان مكاتب ديال البريد الفرنسية، كانت إسبانيا، كانت ألمانيا، وكانت إسبانيا. هاد المكاتب كانت كتواجد في المدن اللي فيها القناصين، بحال مثلا مدينة أسفي اللي كانت من بين المدن اللي كانوا كيستقروا فيها القناصين، وكانت فيها كذلك هاد المكاتب. طبعا هنا غادي يبدا يتصدر البريد المحلي، و اول من بين الطوابع اللي تصدرات في البريد المحلي هنا في مدينة أسفي كانت مجموعة اللي هي كانت فيها ميناء ديال ميناء أسفي، وكنسموها حنا في أسفي المريصة، هي هاد المجموعة. هاد المجموعة ديال الطوابع البريدية اللي كاينة في المجموعة ديالي فيها ستة طوابع، فيها سبعة طوابع، كاين خمسة سنتيم، كاين عشرة، كاين عشرين، كاين خمسة وعشرين، كاين خمسين، كاين خمسة وسبعين، وكاين سنتيم واحد. هاد الطوابع اللي هي تقريبا مختلفة في الألوان ومختلفة في الأثمنة، وكتحمل هنا كنشوفو كما كنشوفو سافي مكتوبة بدوزيف ومراكش. هاد المجموعة ديال هاد المجموعة الخاصة ديال الطوابع اللي كنا تصدرات سنة 1899، هادي أول مجموعة اللي تصدرات ديال الطوابع خاصة بمدينة أسفي. هنا كنشوفو هنا مثلا كنشوفو نفس الشكل، كنشوفو الطابع هنا، كنشوفو هنا الأصلي، وهنا صورة ديالو اللون الأزرق، كنشوفو الميناء، كنشوفو أسفي كما قلت مكتوبة بدوزيف، كنشوفو مراكش، كنشوفو التمام، كنشوفو هنا الديك اللي هو شعار ديال فرنسا، هنا كذلك بهذا اللون الأخضر. إذا قلنا هذه هي أول مجموعة ديال الطوابع البريدية اللي تصدرات في عهد سنة 1899. هذا كيمثل هاد الطوابع هي كتمثل الميناء ديال أسفي اللي كنسموها حنا المريصة. بعد ذلك غادي يجي واحد الطابع اللي غيتصدر، وهو هذا طابع أزرق صغير اللي هو في سنة 1900 بالضبط، غتصدر هاد الطابع سافي بدوزيف أزرق. كاين هنا كنشوفو باللون الأحمر مكتوبة دوزيف. هذا طابع بريدي صدر كان كيتستعمل محلي في 1900، ما بين 1893 حتى 1895. هذا طابع بريدي كذلك صدر، وكهذا بالضبط مطبوع سنة 1900. هنا كنشوفو تقريبا هذا طابع آخر اللي هو طابع آخر. كذلك من بين الطوابع اللي تصدرات على مدينة أسفي في عهد الحماية الفرنسية كاين طابع ديال دار السلطان، هذا ديال كنشوفو دار السلطان طريق مولاي يوسف مراكش. كنشوفو هنا واحد المجموعة ديال واحد القافلة غادية، وكنشوفو ماروك مكتوبة هنا، كتبان لنا دار السلطان، وهنا اللون البنفسجي. هذه دار السلطان، وهي هالطابع اللي كيحمل دار السلطان كما قلت صدر سنة 1928 باللون البنفسجي. هاد المعلمة اللي تم حنا كنعرفو ان الطوابع البردية هي كتحمل اما شخصيات، اما معالم اثرية، اما مناسبات، اما احداث، اما هنا كنشوفو كتحمل صورة ديال دار السلطان. وهاد المعلمة اللي هي معلمة من مخلفات ديال الدولة، من إنشاء الدولة الموحدية، وبقات مستمرة حتى اليوم، حتى تستعملات في عهد فرنسا كقشلة، وتستعملات لها واحد ثلاثة أسماء كيقولوا لها مثلا، وهي جات تبنت على واحد الربوعة عالية في قلب مدينة أسفي. حتى الطابع كما قلت هو صدر سنة 1928.
بعد ذلك غادي تصدر واحد الطابع اللي هو خاص، طابع كذلك تصدره فرنسا، وهو طابع خاص بقصر البحر. هذا قصر البحر اللي هو علامة فريدة في المغرب، وهو قصر البحر برتغالي تم التشييد ديالو ما بين 1516 1523 من طرف البرتغاليين، وهو قشلة تستعمل ولولا كمقر تجاري، كوكالة تجارية، ثم استعمل فيما بعد كحصن عسكري، وظل يستعمل هذه الوظيفة إلى فعاد الدولة السعودية وعاد الدولة العلوية كذلك. قصر البحر هذا تم التصنيف ديالو ضمن التراث الوطني في 1922، تصدر طابع بريدي بخصوص ديالو سنة 1954. هذا الطابع اللي هو لون أزرق، الثمن ديالو 25 فرنك. هذه مجموعة ديال الطوابع البريدية اللي تصدرت سنة اللي صدرتها فرنسا أيام الحماية في على بخصوص مدينة تسافي. عهد السلطان مولاي عبد الحفيظ كما كنشوفوا هنا في الصورة، ظهر أول طابع بريدي بالمغرب، وكان ذلك في 22 ماي من سنة 1912. السلطان مولاي عبد الحفيظ هذا وقد كان كيحمل هذا الطابع البريدي، كيحمل صور للزاوية العساوية بمدينة طنجة. هذه المجموعة وقد تم تحديد ثمن هذه الطوابع البريدية في موزونات، في موزونات هذه الزاوية العساوية في مدينة طنجة هي هذه. وهذه المجموعة اللي تصدرت كاملة هما 6 طوابع كيحملوا الثمن ديالهم. الموزونات كنشوفوا هنا موزونة واحد، كاين جوج موزونات، 5، كاين 10 موزونات، 25 موزونة، 50 موزونة. هذه المجموعة الأول مجموعة ديال الطوابع البريدية اللي تصدرت في المغرب سنة 1912 اللي كتحمل الموزونة، وهي هذه كنشوفوا هذه المجموعة، هي هذه مجموعة كاملة. هما هادو هنا كنبناهم هنا الأصليين كما كتشوف كما تشاهدون. في عهد كان ذلك في عهد السلطان مولاي عبد الحفيظ سنة 1912، واللي حنا كنعرفوا أنها خرجت في شهر مارس، وشهر مارس هو اللي توقعت فيه ما سمي بعقد الحماية، بحيث أن في تلك السنة سوف يتخلى السلطان مولاي عبد الحفيظ عن العرش لأخيه مولاي عبد مولاي يوسف. طبعا هاد المجموعة ديال الإصدارات غتستمر إلى سنة 1917، حين أمر اليوطي ب هنا غادي تصدر اليوطي في هاد سنة 1917، اليوطي غيأمر بالكف عن إصدار إشارة في الطوابع البريدية اللي كتحمل الحماية الفرنسية على الطوابع البريدية الشريفة، ويذكر أنه من ثم غادي تولي تحمل الطوابع البريدية من بعد سنة 1917، غتولي تحمل اسم غداف لها اسم ماروك. ذلك الشيء اللي بغيت نقول أنا في بخصوص هاد الطوابع البريدية اللي تم إصدارها حول مدينة تسفي ما في الفترة اللي هي الحماية، يعني كان هو ما بين 1912 حتى 1956، أنها تصدرت واحد المجموعة ديال الطوابع البريدية على مدينة تسفي. شفنا قصر البحر، شفنا دار السلطان، شفنا الميناء، شفنا مجموعة ديال الطوابع البردية اللي كتحمل صور ديال المعالم الأثرية ديال مدينة تسفي. اليوم كاين واحد الخبر أن في عهد الاستقلال للأسف ما تصدرش شي طابع بريدي خاص على مدينة تسفي، ولكن في النادي المغربي للمخطوطات والمسكوكات وصلنا مؤخرا في لما تقدمنا بواحد ملتمس لمديرية البريد في الرباط على انها تحتفل انها تصدر واحد طابع بريدي بخصوص الذكرى المئوية ديال تأسيس أول مدرسة لصناعة الخزف في مدينة تسفي اللي كانت سنة 1920 من طرف المجمع العملي. وهذا الطلب تم القبول ديالو، وتم التنسيق
مع مديرية مؤسسة المتاحف في إسفي على أساس المتحف الوطني للخزف، على أساس أن إصدار هاد في خلال شهر أو شهرين طابع بريدي يحمل الذكرى المئوية لتأسيس مدرسة الخزف في مدينة إسفي. هذا الخبر لي وهاد الملتمس اللي تقبل بالقبول. احنا تقريبا في النادي المغربي سوف نستمر في التعريف ببعض بمجموعة ديال المعالم التاريخية والشخصيات الخاصة بمدينة تسفي وإصدارها عبر الطوابع البريدية. وشكرا، إلا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش أنكم تديروا لابوني، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.